أنا على عبد الوهاب صالح عثمان، الأخ الصغير للشهيد صالح عبد الوهاب صالح عثمان. طلعنا أنا ومهند والشهيد صالح مع بعض، مشينا من درمان عشان نشارك في المظاهرة في الموكب، وتحركنا من الحتة اللي كان مفترض يبدأ فيها الموكب. كنا قاعدين في الحتة يعني جنب الحتة المفترض يبدأ فيها الموكب قبل ربع ساعة كده. تم بعد ذاك لما بدأ الموكب كنا معهم، فجأة موضوع الناس اتلمت. تم بعد ذاك اتحرك الموكب مثلا مسافة طويلة. أنا كنت يعني صراحة خايف إنه الموكب يفشل وكده، فكنت يعني بقول لي صالح، يعني أنا كنت خايف كده، بقول لي لا ما تخاف الموكب ده حينجح، شوف الناس دي حاسة حتيجي كتير شديد وبيشيل ويرفعني، بقول لي عاين الناس اللي وراك كيف. لحد ما وصلنا في حتة كده ما قدرنا نمشي لقدام، كان غزو فينا البومبان وكده ناس الأمن، حتى اضطرينا نخش على جوا الأحياء وكده. حتى بعد ده كانت اتفرقت منهم، كان مهند وصالح ربنا يرحمه مع بعض، أنا اتفرقت منهم. مشيت على على بر الصلاة، كنت متواصل معهم بالتلفون واتكلم معهم في التلفون انه يا صالح انت هنا، بقول لي لا انا حاجيك هنا، بقول لي لا هناك ما في طريق انت تجيني، خليني انا بجي بتصرف براي. حتى بعد ذاك يعني مشيت وجيتهم بجوا، ضرب لي مهند، انا ما كنت يعني ما مصدق اصلا حياتي، ضرب لي مهند قال لي صالح اتضرب. انا بقنع في نفسي انه دي حتكون حاجه، قال لي في يده، قلت له ان شاء الله ما حتكون حاجه خطيره، حيكون رصاص مطاطي ولا حاجه، يعني حيكون حاجه عادية إن شاء الله ما تخاف. هو بيقول لي يا علاء الحاجة دي بسيطة، قلت له ما في مشكلة إن شاء الله. مهم لما وصلت هناك شفت لنا عربية عشان نسعف بيها، حتى مشيت يعني رفعناه في العربية ومتجهين على المستشفى. هو كان بيسأل مهند كان راكب معه ورا سعفي، بيقول له علاء وين، علاء وين، انا بتكلم يعني هو في قمة ضعفه، في قمة ضعفه هو بيسأل من على وين. الحمد لله رب العالمين، لحد ما وصلنا المستشفى يعني كنا بنحاول نسعف فيه، لحد ما قضى الله وقدر الحمد لله رب العالمين. بعد ما وصلنا المستشفى يعني الدكاترة اللي هناك كانوا كتار، بيحاولوا يعني يسعبوا فيه، ونقلنا دم كتير. الموضوع استمر أكتر من ساعتين لحد ما حتى ودينا الغرفة بتاعت الإنعاش فوق، حتى الدكاترة ما قصروا، كانوا بيحاولوا بيسعفوا لحد ما سبحان الله اليوم اللي طلعنا فيه يا هو الموكب. يعني أنا ومهند ما كنا لابسين شالات، هو الوحيد صالح كان لابس الشال بتاعه. بس بعيينا بعد يعني بعد ما توفى كل يوم واحد فينا بيلبس الشال ده، وكل يوم حنلبسه إن شاء الله. لحظة الحادث الضرب، احنا في البداية ما كنا عارفين انه هو يتضرب، حتى لما الناس الأمن جو علينا جرينا في الاتجاه العكسي، جرينا مسافة ما عارف اقدر فين، بس يعني مسافة. حتى بعد ذاك كنا مع بعض وقال لي انه يدي ما حاسس بيها، قال انه يده اتلوت من كفه، حاسس بها انه هي ملبية. حتى بعد ذاك عرفنا انه هو ضرب رصاصة. بعد ذاك دخلونا قعدنا في بيت، كان في البيت ذات اظن كان فيه طبيب يعني حاول يوقف النزيف، حتى بعدين عرفنا انه في رصاصة تانية في الصدر. حاولنا نشوف لنا عربية عشان نمشي المستشفى، بعد مسافة حتى لقينا لنا بتاع عربية، كان واقف بعيد يعني ما قريب، يعني يمكن زي كم شارع كده من البيت اللي كنا فيه.
تعداك مشينا المستشفى، مستشفى شارع الأربعين في أم درمان، وما عندنا أي انتماء سياسي، لا أنا ولا أخو، ما في زول فينا عنده انتماء سياسي، حتى أنا أفهم في السياسة كويس، ما بنعرف يعني ما بنعرف سياسة، ما عندنا أي انتماء سياسي. شهيد أخوي ولدي أنا ربيته، أمه لما توفت عمره 9 سنوات، أمه توفت لها 18 سنة، فإحنا أنا وأبوي زوجي كلنا كنا مع بعض، كلهم كانوا صغار، مهند وعلاء كانوا صغار يعني لما أمه بتوفت. الحمد لله الحمد لله، بيضحك وبيهزر وعادي، بيقول انه يعني ممكن ما حيحصل يا حي، ممكن الزول مضروب وممكن الزول يحصل له حاجه كده يعني. بعدين انا لما اقول له لا لا ان شاء الله ربنا يحفظكم يا صالح، كان يقول لي ما يعني فيها شنو، ما اصلا ممكن تحصل الحاجات دي يعني. وانا بقول له خلي بالك من اخوانك الصغار، يقول لي انت ما تخافي انا معاهم، اطمني انا لو معاهم خلاص تاني. انا قلت له انا عارفاك انت معاهم، عشان كده انا مطمنه ما خايفه، عشان انت معاهم انا مطمنه. حيانا يا الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا كنت متابعه معاهم بالتلفون، كانوا بيضربوا لي كل بس كل ما يلقوا طريقة بيقوموا بسمعوني، شوف الهتاف يا جيهان، اسمع الصوت، الناس كتار والمظاهرة نجحت، كل مرة بيقولوا لي الكلام ده بيضربوا لي، لحد لما نحن حسينا انه في ضرب، ضربنا انتوا كويسين هاي نحن كويسين. بعديها ب10 دقايق اتصل محمد وقال انه هو مضروب في يده، محمد اللي اتصل، محمد اتصل به ومهند هو اللي وراه، مهند كان معاه وعلاء وما كان يعني زي اللي تفرقوا من بعض في المظاهرة، وزاده كان بيفتش على علاء لأنه نحن كنا يعني موصي إنه خلي بالك من الأولاد وكده. أنا من عرفت طوالي اتصلت على هنا عندي خالي، طبعا أنا زوجي معتقل، فخالي اتصلت به ومعي عمي هنا في البيت أبو زوجي، طوالي مشينا عليهم درمان هناك على مستشفى الأربعين، محمد برضو كان اتحرك عليهم مش على المستشفى، مشينا عشان نشوف. أنا لحد ما وصلت المستشفى متخيلة إنه الضربة بس في الكتف يعني في اليد يعني، ما كنت عارفة إنه هو مضروب ضربة تانية يعني في صدره. لما مشيت أنا لقيتهم خلاص يعني بدوا الإسعاف وقالوا اليد دي طلعوا الطلقة وحاولوا يدوه دم لأنه قالوا نزف كتير، كانوا بيعملوا زي تنفس كده عشان نفسه، قال نبضه كان ضعيف، أخذ زمن كتير. نحنا من الأول، أول ما بعد حصلت الوفاة عندي ولد عمتي هو محامي، أصر قال ما تعملوا أي حاجة لحد ما أنا أجي، ما تتحركوا ما تتصرفوا، وهو اللي قام بالإجراءات بتاعت أورنيك 8 وعملنا التقرير بتاع الوفاة مليناه. فموضوع إنه جونا وقالوا لنا كما شرطنا الأورنيك بتاع 8 لأنه كان في الأول كانوا كاتبين طلق رصاصي واحد، وعندنا واحد قال لا إلا يقوم يكتب إنه هو كانت رصاصتين يعني، فبس دي ده السبب اللي خلانا نقوم نغير الأورنيك، شرطنا أورنيك وعملنا. نحن قبل ما نطلع كان في بمبان، أبوي لما جاء داخل هو كان بيهتف، لما دخل هو بيهتف الناس كانت هتفت معاه، فهم عشان كده قاموا ضربوا لنا البمبان جوا المستشفى، بمبان ورصاص كان برا في الشارع جوا المستشفى. لما البمبان
يعني خنق الناس قاموا قفلوا الباب بتاع الطوارئ، كسروا القزاز بتاع الباب ورموا لنا البومبان جوا المستشفى.